اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذا الويبينار مباشرة من صف من تكمل العربية. طبعا نحن الويبينار رح نكون عم نتكلم على الازواج اذا بدكم او النماذج الابتلاعية. في البداية طبعا بدي ارحب فيكم وجميع الموجودين بهذه الجلسة، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري. الشق التقني اللي بنحب نتكلم عليه على طول هو الاهم والابرز بالنسبه لي وبرايي الشخصي، وطبعا باستعمال التحاليل التقنيه عم نتكلم على امور شوي صغيره اذا بدكم متقدمه. يعني في البدايه يعني كنا نتعلم اذا بدكم الفصل الاول مثل ما بقولوا من الرسوم البيانيه، الشموع اليابانيه وكيفيه تعاملنا اذا بدكم معها، ان كان الاشارات الانعكاسيه، ان كان الشموع اليابانيه اللي بتسجل لي او بتعطيني اشاره معينه او سيجنال معينه من السوق. جلسه اليوم اسمها النماذج الابتلاعيه او الانجلفينج باترن. ليش؟ في البدايه حابب بالاول اسالكم، هل يا ترى الصوت واضح والصوره واضحه؟ تقدروا تشوفوا اللي عم بشتغل عليه كرمال نقدر نكفي ونكون طبعا ماشيين صح. اذا ممكن حدا من الموجودين يقدر يرد علي لو سمحتوا. هذا الويبينار رح نكون عم نتكلم فيه على الشموع اليابانيه، كل الاشخاص نتكلم على التحاليل التقنيه وبدنا نتكلم على استراتيجيه التداول. على طول بيقولوا لنا بشكرك استاذي. اوكي اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيك استاذ اشرف، استاذ جاهد، استاذ مهدي، محمد، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. لكن خليني ابتدي انا وياكم خلينا نقول انترودكشن مثل ما بيقولوا. على طول اذا بدي ابتدي اتكلم شوي صغيره عن الرسوم البيانيه، رح نمر ونشوف اكزامبلز ورح نشوف تفاصيل، خلال هذه الجلسه رح تكونوا متاكدين على انه هذه استراتيجيه رح تقدروا تستعملوها بشكل يومي، وانا اكيد انه رح تقدروا تستعملوها وتستغنوا عن جميع الاستراتيجيات الاخرى. استعمال الشموع اليابانيه على طول بتعرفوا انه النسبه المئويه او الاشخاص والمضاربين اللي بيربحوا بسوق الفوركس بكل بساطه هن قليل، تمام؟ فالنسبه المئويه اذا بنتكلم شوي عليها بتكون على سبيل المثال 5 او 10% من اصل جميع المضاربين والمستثمرين هن اللي بيربحوا بسوق الفوركس، و90 او 95% بيخسروا. شو السبب؟ اولا اذا بدي افوت على سوق الفوركس واتعلم هيكليه اسواق الماليه بغض النظر عن الاقتصاد بشكل عام، بلا ما افوت بتفاصيل الولايات المتحده، بلا ما افوت بتفاصيل الدول الكبرى، من دون ما نتكلم شوي صغيره عن التشنجات بين الولايات المتحده، دونالد ترامب واليابان وعملاق اسيا، الصين والمكسيك والصناعه والتجاره والرسوم الجمركيه اللي عم بيفرضها. اذا ما بدي اتعلم جميع اذا بدكم البيانات اللي بيستعملها على الاجنده الاقتصاديه واعرف شو يعني نون فارم بيرول وان امبلويمنت ريت والبيانات التوظيف ومخزون النفط والى اخره، بدي اتكلم فقط رسوم بيانيه فقط على طول الفصل الاول بيبقى الرسوم البيانيه، بيبقى الشموع اليابانيه اللي هي البدايه اللي بتتعلم اذا بدك الفصل الاول من الكتاب التحليل التقنيه، ولكن ما حدا بيكتفي بالفصل الاول، فعلى طول بينتقلوا ليرجعوا يروحوا على الفصل الثاني والثالث والرابع وصولا الى استراتيجيات معقده، بيروحوا لموجات اليوت، بيروحوا لداو جونز ثيري، بيروحوا لفيبوناتشي اكسبانشن وريتريسمنت. ما بقلكم انا ما لهم افاده، طبعا لهم استراتيجيه تداول، ممكن نبني امالنا واستراتيجياتنا على موجات اليوت وفيبوناتشي، ولكن الشموع اليابانيه اذا بنقدر نكتفي فيها انا باكد لكم انه ممكن تكون استراتيجيه اكثر من رائعه لنقدر ناخذ شراء فرص شراء اما بيع. بالبدايه بدي اقول لكم انه الانجلفينج باترن هو الريفرسال باترن البولش سيناريو. البولش سيناريو عم نتكلم على السيناريو الايجابي، لما يكون عندي شموع يابانيه حمر تمام عم بتسجل لي هبوط واضح، هبوط واضح اتجاه عام هابط للرسم البياني اي سلعه كانت، النفط، الاويل، اليورو كاد، اليورو دولار، الباوند، الذهب، المؤشرات الامريكيه، اي عمله او سلعه معينه او معدن ممكن يخطر على بالك، الرسم البياني نفسه، الشموع اليابانيه نفسها، سيكولوجيه التداول لما تعكس الشموع اليابانيه نفسيه المضارب والمستثمر بالشموع الخضر والشموع الحمراء، بهذه الحاله بنقدر نحن نحدد الاتجاه العام. سيطرة فريق من الفريقين، سيطرة فريق الدبب، زخم الانخفاض إذا في حال طبعاً بعدنا بالاتجاه العام هابط، ننتظر إشارة انعكاسية للدخول بالشراء.
هو الافضل انه انت والسوق هابط طبعا تدخل بصفقات بيع، وكثير من المحللين والمضاربين والمستثمرين وحتى اللي بنشوفهم اونلاين على فيسبوك وعلى جميع خلينا نقول المواقع التواصل، طبعا تعرف انه المحللين والمضاربين بيقولوا لنا اذا في حال السوق هابط ادخل معه بيع. صحيح، هذه مجرد نظرية، ولكن انت نفسيتك كمضارب ما بتسمح لك انه هو والسوق هابط تدخل بصفقات بيع. ليش؟ لان على طول بتفكر بالاتجاه المعاكس، هو السوق هابط بتصير انت تقول انه الاسعار اصبحت مغريه للشراء، بدي انتظر فرصه شراء، وهو السوق صاعد بتقول انه ترند از يور فريند، وهذه المقوله اللي معروفه انه ترند از يور فريند، الاتجاه العام هو صديقك. تمام، نحن نعرف هذا الشيء، ولكن هل يا ترى عم تقدر تطبقه انت باسواق المال او بسوق الفوركس؟ هل يا ترى انت عم تقدر تقوي قلبك وتدخل بفرصه شراء بسوق الاسهم اللي الاتجاه العام له اكثر من 5 أو 6 سنوات باتجاه عام صاعد؟ ترند از يور فريند. انا بتحدى جميع الموجودين معنا بهذه الجلسه، حدا او قلبه قدر دخل بفرصه شراء؟ طبعا لا. نحن كمضاربين نفسيتنا سايكولوجيكال بيهيفير، تعاملنا مع السوق لازم ننتظر اشاره انعكاسيه لندخل بصفقه معاكسه. وانا هذه هي استراتيجيه اللي عم جرب لكم اياها، اذا السوق هابط انتظر اشاره انعكاسيه للشراء، واذا السوق صاعد انتظر اشاره انعكاسيه للبيع. تمام، هذه الاشاره اللي رح نبتدي فيها، رح نعطيكم نرجع تفاصيلها طبعا على الرسوم البيانيه، وادخل على رسوم بيانيه معينه واعطيكم اذا بدكم امثله. اتجاه عام هابط، شموع يابانيه حمراء هابطه، اشاره انعكاسيه من وراء الشموع الحمر الهابطة، شمعة معاكسة، اللون المعاكس، الفريق المضاد اللي هو فريق الثيران، تظهر شمعة فجأة بتكون سجلت مستوى أوطى من الشمعة اللي قبلها، يعني الويك أو الشمعة بدها تكون سجلت رقم مستوى أوطى من الشمعة اللي سجلته الشمعة اللي قبلها. تمام، اللو القاع لنكون دقيقين أكثر، وأغلقت هذا الارتفاع، أغلقت فوق افتتاح الشمعة القبلة. وين افتتاح الشمعة القبلة؟ وبما أنه هي شمعة سوداء أو حمراء، افتتاحها هو هون. عم نتكلم على أغلاق الشمعة الإيجابية فوق افتتاح الشمعة السابقة، وهذه إشارة إيجابية تلقب بالنمط الاحتوائي الانجولفين باترن، النمط الثاقب او البيرسينج باترن هو شيء اخر رح نتكلم عليه لاحقا، ولكن الانجولفينج باترن هي الاهم، النمط الاحتوائي، النماذج الابتلاعيه، ها هي ها بتعني يعني النمط الاحتوائي. هذه اشاره، هذه فرصه انه فريق الثيران يرجع يعيد نظريته ويرجع يستدعي فريق الثيران للدخول بالمعركه عن جديد، لاعاده امتحان قمم انخفض منا السوق. تمام، ناخذ امثله، خلينا ناخذ امثله. بدي جميع الموجودين اليوم يفلوا بهذه الاستراتيجيه ويكونوا عارفين انه استراتيجيه التداول اللي هي طبعا تابعه على خلينا نقول الشموع اليابانيه بدها تكون اكثر من واضحه واكثر من رائعه على الجميع لكلنا نستعملها. اوكي، عظيم. US 500، المؤشرات الأمريكية، رح نبتدي بالـ US 500 وأعطيكم مثل على الـ US 500. نحن نبتدي باليورو دولار بأسعار الذهب بكل الأزواج الموجودة عنا على منصة التداول. طيب، بالمبدأ نحن كنا مرينا على الاتجاه المعاكس اللي هو الاتجاه الصاعد. أنا بالنسبة لي وبرأيي الشخصي خلينا ناخذ النمط الآخر اللي هو البيع، شو رأيكم؟ ونرجع نمر على الرسوم البيانيه ونشوف انماط احتوائيه ان كان بالاشارات الايجابيه من تحت او الاشارات السلبيه من فوق. تمام، نفس الموضوع، البرش انجلفين باترن اللي هو السوق، برش انجلفين باترن اللي هو السوق بيكون عم بسجل لي شموع خضر او شموع صاعد او اتجاه عام صاعد، وفجأة على القمة
انتبهتوا لهذا الموضوع على القاع وعلى القمة. ممنوع حدا يجي يقول لي شفت نمط احتوائي داخل مرحلة أفقية أو تذبذب أفقي، ما بحق لك. الأنماط الاحتوائية اللي لازم أنت تاخذها بعين الاعتبار هي فقط اللي بتحصل عليها على القاع وعلى القمة فقط لا غير. يعني على أعلى مستوى شمعة النمط الاحتوائي أو الشمعة الانعكاسية لازم نحصل عليها. على القاع آخر شمعة على القاع هي شمعة النمط الاحتوائي، مش تاني شمعة، آخر شمعة. وهذا هو الأهم، شمعة من وراء اتجاه عام صاعد، شموع خضر تابعين لفريق الثيران، فجأة شمعة حمراء بتسجل مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها، بتنخفض وبينخفض السوق وبيغلق تحت افتتاح هذه الشمعة. يعني بشكل أو آخر احتوتها. ليش اسمها نمط احتوائي؟ يعني احتوتها للشمعة. يعني كان عندي اتجاه عام صاعد، فجأة شمعة حمراء احتوت أو غمرت الشمعة اللي قبلها من فوق ومن تحت. فبهذه الحالة بتدل على قوة فريق الدبب، بتدل على أنه فريق الدبب ممكن يستدعي المساعدة لإعادة امتحان قاعان معينة السوق ارتفع منه. تمام، أتوقع أنه بالنسبة لنا هلأ الأمور واضحة شوي. إذا ممكن نتكلم على الإشارات الإيجابية والسلبية، أو بتفضلوا أنه طبعا راح تكون أوضح لما نمر على الرسوم البيانية. خلينا نمر أنا وياكم على الرسوم البيانية ونشوف. على اليو اس 500 يا جماعة، على اليو اس 500 والاس بي 500، كم شخص، كم مضارب، كم مستثمر من الموجودين معنا بيقدروا يحددوا قمة للمؤشرات الأمريكية؟ انتم بتعرفوا ان المؤشرات الامريكيه هي الاصعب، ما في شك ابدا. انا وياكم وجميع المستثمرين بسوق الفوركس بيعرفوا ان المؤشرات الامريكيه هي من اصعب البرودكتس اللي موجوده عندنا على منصه التداول. برودكت ممكن تتوقع انخفاض او ارتفاع. اتجاه عام صاعد يا جماعه، اتجاه عام صاعد، ارتفاع انخفاض ارتفاع ما بهم، ولكن الاتجاه عام صعب. فجأة على القمة، على القمة بتكون نعمل زوم ان بهذا الشكل، زوم ان. تمام، هلا اصبحت اوضح الامور. اتجاه عام صعب، ارتفاع انخفاض ارتفاع ما بهم، ولكن اتجاه عام صعب. على القمة فجأة شمعة حمراء، فجأة شمعة حمراء غمرت، احتوت الشمعة اللي قبلها، سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت تحت افتتاحها، احتوتها. وهذه إشارة سلبية بتدل على أنه فريق الدبب ممكن بالمرحلة القادمة يسيطر على الرسم البياني المعين للزوج أو للعمل المعين اللي نحن عارضينه، الاس بي 500. نتوقع الهبوط. رح نتكلم بعد خلال هذه الجلسة وين وقف الخسارة وين تحديد الهدف، وهذا أهم شيء باستراتيجية. إذا قلت لك استراتيجية التداول على أعطتك إشارة لنقطة دخولك، طبعا هذا شيء مهم، ولكن الأهم أنك تعرف وين تعرض وقف خسارتك، وبعد الأهم أنك تعرف وين تأخذ هدفك. واصلين لي يا جماعة؟ هل يا ترى هذه استراتيجية، استراتيجية التداول اللي تاب على الأنماط الاحتوائية، هذه استراتيجية شو الخطر فيها؟ لكل الأشخاص اللي موجودين معنا، أنتم بتعرفوا من وراء ما أشرح استراتيجية تداول معينة، أو أي محلل أو مستثمر أو أي أستاذ بسوق الفوركس، أنا مني أستاذ، أي أستاذ موجود برا عم بيشرح استراتيجية معينة هو اكتشفها، هو اخترعها. هذه استراتيجية التداول بده يكون فيها مخاطر، بده يكون فيها ريسك، وهذه استراتيجية موجود المخاطر فيها. شو هن المخاطر؟ هي حالة الذعر. شو يعني حالة الذعر يا جماعة؟ حالة الذعر اللي عم بتكلم عليها أنا هي إشارة بتخلي المستثمر
يصيبه البانيك اتاك او حاله الزعر. شو يعني؟ يعني هذه الاشاره الانعكاسيه اللي هي على القمه، هذا النمط الاحتوائي او الشمعه اللي سجلت لإشارة انعكاسيه، شو الصعب فيها هذه الاستراتيجيه؟ ارتفاع انخفاض واضحه، تمام، ارباح، ولكن من وراء ما نحصل على هذه الاشاره فورا فورا، من وراء ما نحصل على هذه الاشاره السلبيه، الاشاره الانعكاسيه اللي بتعطيني اتجاه عام هابط، فجاه نلاحظ ان السوق ارتفع وسجل شمعه خضراء بمجسم ضخم جدا، وهذا المجسم الضخم وهذا الارتفاع هو فقط لاصابه المضاربين بالذعر. لا يخاف المضارب انه لا انا بالفعل حصلت على اشاره سلبيه ولكن السوق عم يرتفع، لازم اغلق صفقات البيع على خساره، ولو حتى مش على خساره لازم اغلق صفقات البيع. ومن ثم فجاه السوق بيرجع بيبتدي بالهبوط، وبنرجع بنقول والله انا كنت عارف انه السوق لازم ينزل، بقول له لاصحابي ولا لاصدقائي والله انا كنت عارف، ما انا قلت لك انه السوق لازم ينزل، انا قلت لك المؤشرات الامريكيه هابطه، ولكن هل يا ترى انا استفدت منها بحسابي الشخصي بحساب التداول جنيت فلوس؟ لا. عن هيك كثير من الاشخاص وكثير من المستثمرين بيبقوا شاطرين وناجحين بسوق الفوركس ولكن مش على حساباتهم الشخصيه، وهذا اول سبب اللي هو سبب الذعر، تمام. السبب هو البانيك اتاك اللي بينصاب فيها المضارب او المستثمر ما قبل الاتجاه العام قبل ما ياخذ مجرى السوق. فبهذه الحاله نحن كمضاربين بدنا نعرض وقف خساره على اخر قمه تم تسجيلها بالسوق، هذا هو النمط الاحتوائي اللي حصلنا عليه طبعا، تمام. هذه الشمعه الحمراء اللي عطتنا اشاره انعكاسيه، بدي اعرض وقف خسارتي فوق قمه هذه الشمعه، بعطيها خمس نقط بس يا اخي، نقطتين فوق القمه، ما تعرضها بالضبط على القمه، اعطيها نقطتين او ثلاثه او اربعه او خمسه، قديش بتتحمل انت كرمال للسوق لما يرتفع ما قبل الانخفاض اشاره انعكاسيه، ارتفاع السوق بالبانيك اتاك او حاله الذعر، ومن ثم موجه هبوط. وعلى طول الهدف يا جماعه بيكون اخر قاع ارتفع منه السوق. ما قبل تسجيل هذه الشمعة آخر قاع ارتفع منه السوق هو هذا القاع، تم تثبيت هذا القاع انخفاض، ثبت هذا القاع وارتفع، سجل نمط احتوائي، فالهدف تبعنا بيكون القاع نفسه، هذا هو الهدف، هذا هو تحديد الربح، هذا هو تيك بروفيت. ليش؟ ببساطة هذه استراتيجية ما حدا بيستعملها وما حدا بيربح، لأنه ما حدا بيوثق بأنه الشموع اليابانية ممكن تكون استراتيجية ناجحة. على طول بدك تتطور بالتعاليم، على طول بدك تبش على تعاليم، تقنيات، استراتيجيات تداول معقدة كرمال أنت تقتنع مع حالك وتقول أنك أنت صرت بروفيشنال، أنت صرت أستاذ. إذا بتتعلم موجات إليوت بتقول أنت صرت متمكن من السوق، طبعاً لا. إذا عندك استراتيجية تداول بسيطة عم تقدر تجني الأرباح منها، شو بدي بكل استراتيجية التداول؟ سعر الذهب يا جماعة، سعر الذهب على أي رسم بين؟ هل يا ترى الأنماط الاحتوائية نحصل عليها على طول؟ لا، ولكن أنا بأكد لك أنك لما تحصل عليها رح تجني الأرباح، رح تحصل عليها على طول، نعم، ولكن مش على نفس الرسم البياني. يعني إذا أنت فقط بتتداول بالذهب ممكن تشوف نمط احتوائي على قمة أو على قاع معين لسعر أونصة الذهب تستفيد منه، ولكن ترجع تنتظر أسبوع أسبوعين ممكن شهر ممكن شهرين. الأنماط الاحتوائية هي باستعمال الرسوم البيانية والتايم فريمز من الأربع ساعات وما فوق، فقط أربع ساعات وما فوق.
ارتفاع معين، ارتفاع معين لسعر أونصة الذهب على القمة، شمعة حمراء سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت تحت افتتاحها، وهذه إشارة سلبية على أن السوق لازم يهبط ويرجع يصيب نفس القاع اللي ارتفع منه السوق. وقف الخسارة فوق هذه القمة اللي هي عطتني نمط احتوائي، نمط احتوائي على القمة، ارتفاع انخفاض على أسعار النفط على سبيل المثال، على اليورو دولار، على اليورو دولار يا جماعة، اليورو دولار ارتفاع معين، ارتفاع معين من قاع مستوى 112، ارتفاع وصوله إلى القمة، نمط احتوائي، شمعة حمراء سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت تحت افتتاحها، وهذه إشارة سلبية. انخفض السوق من مستوى 113.50 لزيارة مستوى 112.60، 150 نقطة. بدك أكثر من 150 نقطة؟ تمام. على القاع لليورو دولار نمط احتوائي، السوق كان هابط، شمعة خضراء سجلت مستوى أوطى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت فوق افتتاحها، أنخف من وراء الشمعة الاحتوائية، السوق شو بيعمل؟ بيهبط، ولكن ما بيخترق قاع الشمعة الاحتوائية لأنه بده يخلي الأشخاص تخاف، ومن ثم بيرجع بيرتفع السوق، وهذا نمط احتوائي. على رسم بيان الباوند دولار على استرليني دولار، انخفاض من هذه القمة، انخفاض وهبوط على القاع، شمعة خضراء تفاجأنا فيها، سجلت مستوى أوطى من الشمعة اللي قبلها، دخلت بفرصة شراء، وقف خسارة تحت آخر قاع تم تسجيله عندي، وهدفي هو آخر قمة انخفض منها السوق، ارتفاع لإعادة امتحان هذه القمة. الأنماط الاحتوائية هي استراتيجية بسيطة جدا. قلت لك عندك عدة أمور ممكن تواجهها، تمام، بالأنماط الاحتوائية. أول موضوع هو وقف الخسارة ممكن يكون بعيد، ولكن أنت لازم تتحمل. يعني لما تجي تشوف نمط احتوائي وتقول ممكن السوق يهبط شوي من وراء نمط الاحتواء ما قبل الارتفاع، نعم، ولكن انت ملزم انك تعرض وقف الخساره تحت قاع النمط الاحتوائي. في امل انه يخترق نمط الاحتواء، نعم، هذه استراتيجيه شغاله، نعم، 100% لا، 90% نعم، بعد عندك 10% مخاطر، ولكن انت قلصت المخاطر بحدود 90%. إذا في حال جميع المضاربين بسوق الفوركس بيخسروا بحدود 100% أو 95% من الأشخاص بيخسروا بسوق الفوركس، وأنت عندك استراتيجية ناجحة 90% 10% ممكن تخسر، شو بدك أفضل من هيك؟ على الين، على الباوند، على الأسترالي دولار، جميع الأزواج اللي بدك إياها، إذا في حال السوق كان صاعد، على فكرة change in trend، change in trend على فكرة، بس لتكونوا نكون واضحين، إذا في حال أنا على الرسوم البيانية، خلينا نقول على رسم بياني أسبوعي، ممكن تكون change in trend، يعني تغيير اتجاه، يعني على القاع تبع اليورو جي بي بي على سبيل المثال، على قاع اليورو جي بي بي النمط الاحتوائي اللي تم تسجيله ارتفع منه السوق أكثر من 500 نقطة، على النمط الاحتوائي اللي حصلنا عليه على اليورو جي بي بي على القمة، ارتفاع لليورو جي بي بي نمط احتوائي، هذه شمعة الحمراء، ارتفاع لليورو جي بي بي، لايكو، شوفوا شوفوا شو حلو السوق، شوفوا اليورو جي بي بي شو حلو بالأنماط، رح أرجع عيدها، هذا الرسم البياني، تمام؟ فينا نعمل زوم إن شوي لجوة، فينا نعمل زوم إن، أفضل هيك، أفضل هيك، أفضل هيك، شوفوا اليورو جي بي بي شو حلو، السوق ابتدى من هذه القمة، السوق هابط، خلينا نغير اللون، نعمل اللون أزرق، من هذه القمة السوق هابط، فجأة شمعة خضراء، شمعة نمط احتوائي سجلت مستوى أوطى من الشمعة اللي قبل، أغلقت فوق افتتاحها، هذا بدل أن السوق صاعد،
وبالفعل السوق ارتفع. على القمة نمط احتوائي، شوفوا هذه الشمعة الحمراء سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبل أغلقت تحت افتتاحها، هذه إشارة انعكسية إنه السوق هابط. فجأة الشمعة الخضراء إشارة انعكسية نمط احتوائي. هلأ هذه الشمعة لأنه مجسمة ضخم جدا، وقف الخسارة بكون بعيد كتير، يعني مش رح أقلك أنا أنه جميع الأنماط الاحتوائية ممكن أنت تدخل فيها، تمام؟ إذا حسيت وقف الخسارة صغير والنمط الاحتوائي الشمعة الاحتوائية هي شمعة، وقف الخسارة ممكن يكون منطقي لحسابك أو تداولك أو إدارة المخاطر، تدخل فيها. إذا حسيت شمعة كبيرة وقف الخسارة 200 نقطة ما تدخل فيها. السوق ارتفع على القمة نمط احتوائي، شوفوا الشمعة الحمراء سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبل أغلقت تحت افتتاحها، إشارة انعكاسية السوق هبط. هلأ أنت مش من الضرورة أنك تعرف أن السوق هالقد رح يهبط. أنت قديش بدك تاخذ من السوق؟ 20 نقطة، 30 نقطة، 50 نقطة، 100 نقطة؟ هذا النمط عم بأمن لك هذه النقاط، عدد هذه النقاط. مش رح أقول لك أن النمط الاحتوائي أنت رح تقدر تستفيد من كل الانخفاض، لا. أنت أستاذ بس مش هالقد، أنا أستاذ بس مش هالقد. رح نقدر نستفيد من الأنماط الاحتوائية، رح نقدر نكسب 20 و30 و40 نقطة، ولكن مش رح نقدر نكسب الترند بأكمله، يعني من القمة بالضبط للقاع بالضبط طبعا لا. سعر الذهب على الأربع ساعات جيد جدا، على الأربع ساعات أنا بحب كتير الأنماط الاحتوائية اللي بسجلها الذهب على الأربع ساعات. ممكن يكون عندي إشارات كتير، شوفوا أسعار الذهب أوقات بيكسب من أسعار الذهب دولارين أو ثلاثة وبفل. السوق صاعد، السوق صاعد فجأة على القمة نمط احتوائي، شمعة حمراء سجلت لي مستوى أعلى من الشمعة اللي قبله وأغلقت تحت افتتاحها على مستوى 1200 قاع النمط الاحتوائي، على مستوى 1286. الشمعة اللي اجت من وراء النمط الاحتوائي هي شمعة حمراء، والقاع تبعها 1279. 7 دولارات لأونصة الذهب، 7 دولارات لأونصة الذهب، شو رأيك فيها؟ يعني بالعقد الكامل 700 دولار، بالنصف العقد 350 دولار، بالجزء من العقد 70 دولار، شو بدك أكثر من هيك؟ ما في لزوم تنتظر النمط الاحتوائي ليوصل للهدف. إذا أنت حاطط هدف القاع اللي ارتفع منه السوق، هذه استراتيجية أو هذا الهدف بتحطه فقط على رسم بين اليوم والأسبوع، بيكون عندك ترند. ولكن إذا بدك تدخل أربع ساعات وحتى ساعة وتأخذ الأنماط الاحتوائية بعين الاعتبار، وتأخذ هذه استراتيجية التداول بعين الاعتبار، بكل بساطة اللي بقدر أقول لك خذ 3 دولارات 4 دولارات 5 دولارات على الذهب وخروج منه. شوف اليورو دولار على سبيل المثال على رسم بين الأربع ساعات، هل يا ترى عنا شيء؟ هلا شوف هون هذا اليورو دولار، وين ما بدك من الرسم البياني، ارتفاع معين على القمة نمط احتوائي، بيرتفع السوق لا تنصاب بالذعر للبانيك اتاك، ولكن ما بيخترق قمة النمط الاحتوائي لأن أنت وقف الخسارة فوق آخر قمة تم تسجيل عندك، ومن ثم بيهبط، رجع ارتفع وهبط. هلأ ممكن أنت تحافظ على مركزك، تعرض وقف خسارة أو تخفض وقف الخسارة لنقطة دخولك، ولكن هذا الانخفاض عم نتكلم على انخفاض من تقريبا مستوى 113.16 للمستوى 112.70، انخفاض 50 نقطة لليورو دولار. إذا أنا قلت لك أن النمط الاحتوائي عم تقدر أنك أنت تقريب بحدود 50 نقطة، شو رأيك بهذا الموضوع؟ شو رأيك أنك أنت بخلال الشموع اليابانية عم تقدر تكسب 50 نقطة؟ ليكو هذه الشمعة، هلأ هذه نمط احتوائي نعم ولكن ضخم جدا. السوق صاعد على اليورو دولار أربع ساعات، فجأة بوم نمط احتوائي، شمعة ضخمة جدا سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبل أغلقت تحت افتتاحها فورا، ارتفاع بسيط انخفاض. أنت فيك تنتظر الارتفاع البسيط اللي عم نتكلم عليه، هذا الارتفاع البسيط اللي هو بيخلي المضاربين ينصابوا بالذعر أو يخافوا، أنت ممكن تنتظره لأن أصبح عندك علم بهذه الاستراتيجية أنه أنت من وراء ارتفاع معين راح يكون عندك انخفاض.
انا كنت مفكر انه انتم بكل طبعا هذا الويبينار انتم شايفيني، ولكن انا ماني ممشي الويب كام للاسف. انا بعتذر انه ماني ممشي الويب كام، ما تواخذونا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، انا محضر اموري ولابس علي قميص والى اخره، مفكر انه عم بتشوفوني كل طول الوقت، ولكن للاسف ما كنت ممشي شير ماي ويب كام، فانا بدي اعتذر منكم. لكن بخلال هذه الجلسه طبعا، وخلال استراتيجيه التداول اللي عم بشرح لكم اياها، اللي هي الانماط الاحتوائيه، ممكن نستفيد منها. شوفوا السوق، اليورو دولار من وراء النمط الاحتوائي اللي حصلنا عليه على القمه، السوق انخفض، رجع ارتفع، ايضا نمط احتوائي جديد، نتوقع الهبوط. صرت انت من وراء كل ما يسجل السوق نمط احتوائي معين، شمعة معينة، إشارة معاكسة على قمة معينة أو على قاع معين، نحن قادرين نستفيد من هذا الرسم البياني أو من هذه الإشارة، وأقله بعشر نقاط. إذا أنا كل يوم بقدر أدخل على الرسوم البيانية بأجمعها، يعني ببتدي على، إذا بدي أدخل على هذا الرسم البياني، بدخل على الـ SP500 أربع ساعات، في نمط احتوائي فيه؟ لا غيره. SP500 يوجد؟ لا. ذهب يوجد؟ لا غيره. النفط، اذا بتمر على جميع الازواج اللي موجوده عندك على منصه التداول، انا اكيد انك بتلاقي اشارات. اذا مش على اليورو على الذهب، اذا مش على الذهب على الباوند، اذا مش على الباوند على النفط، اذا مش على النفط على الاس بي. ادخل على رسم بياني الاربع ساعات ونقل الرسم البياني الى حين ما تقدر تشوف اشاره نمط احتوائي. إذا ما بتشوف إشارة ما تدخل بالسوق. بكل بساطة، طالما أنت عم تدخل بالسوق باستراتيجية معينة، عم تدخل بالسوق باستراتيجية معينة وعندك أساس هذه الاستراتيجية، ساعتها لو خسرت مركزك لا سمح الله، أنت دخولك ونقطة دخولك مبني على استراتيجية. ولكن إذا أنت داخل بشكل عشوائي على الرسوم البيانية، وداخل بشكل عشوائي على استراتيجية، عفوا داخل بشكل عشوائي على برودكت معين، على اليورو شراء، كان ساعتها انت اذا خسرت لازم تلوم حالك، لازم تلوم نفسك، تقول انه انا عم بدخل بفرص شراء اما بيع بسوق الفوركس وبشكل عشوائي. ولكن اذا انت مبني دخولك على استراتيجية معينة، ما عندك إشكال تخسر مركز وتربح 3 4 5، ما عندك مشكل تخسر مركزين وتربح 10. عدد النقاط اللي ممكن تجنيها بالأرباح هي أكثر بكثير من عدد النقاط اللي ممكن تخسرها. فبكل بساطة طبعا، هذه استراتيجية التداول أنا بتمنى تكونوا، خلينا نقول، عم تستفيدوا منها. بصير تستخدمها على فريمات صغيرة، نعم، ولكن اقل شيء ساعة، يعني ما تقل 30 دقيقة او 15 دقيقة او 5 دقائق، تمام؟ ما لها عازة أبداً. يعني حتى الساعة، حتى الانجولفينج او نمط الاحتواء على رسم بيان الساعة، ممكن اذا بدك استراتيجية يصير نسبة مئوية تبعها 80% او 70% ربح و 30% خسارة، ولكن على الاربع ساعات وما فوق، لانه كل شمعة هي عبارة عن حرب جدية بين فريق الثيران والدبل. مش هناك، شمعة الأربع ساعات هي شمعة جدية، هي إشارة جدية على السوق، ولكن شمعة الساعة ممكن أن يتم اختراقها بشكل، إذا بدكم، يعني غير منتظم. فأنا بهذه استراتيجية على طول بنصحها للجميع، وإذا في حال عندكم أي استفسار أو أي سؤال عن هذه استراتيجية، بتمنى أنه ما تقصروا وتترددوا أنه تحكونا على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. أنا وفريق عملي موجودين للخدمة لأي استفسار كان. هلأ بالنسبة لسوق الفوركس أو أسواق المال، طبعاً إذا حابين تعرفوا اتجاهات معينة أو سيناريوهات مفترضة، بتمنى منكم تابعوني بجلسة غدا الصباحية، اللي هي بنشرح فيها معظم السيناريوهات المفترضة أو توقعاتنا لتحركات رئيسية أو المعادن أو السلع. أنا بدي أشكركم كتير كتير لمتابعتكم لإلي، وبدي اتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذه الجلسه وهذا الويبينار. هذه الجلسه او الويبينار راح يكون مسجل، وطبعا راح نعمل له شير على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك وعلى جميع السوشيال ميديا ومواقع التواصل. فبتمنى ترجعوا تحضروها عن جديد، تدخلوا بتفاصيل اكثر واكثر، تتفهموها اذا بدكم بشكل جدي
وتلغوا أي استراتيجية أخرى وتشتغلوا فقط على النماذج الابتلاعية. راح يكون عندي ويبينارات مسجلة قادمة إن شاء الله عن موجات إليوت، عن فيبوناتشي وعن استراتيجيات أخرى، ولكن هذه المفضلة بالنسبة لي وأنا بستعملها بشكل يومي على حسابي الشخصي وبتداولي بشكل يومي. أنا بتمنى لكم نهار مثمر وأكثر من رائع للجميع. بشوفكم عن جديد بجلسة صباحية غدا إن شاء الله من صفحة تكمل العربية مباشرة على فيسبوك أيضا. بشكر وجودكم أستاذ أشرف، مهدي، أستاذ محمد، أستاذ رفيق، نورتوا هذه الجلسة. بتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.